ترأس الأمين العام للصليب الأحمر التشادي افتتاح أعمال الدورة التدريبية لصالح المنسقين بالصليب الأحمر التشادي بهدف تقديم التوعية بضرورة الاهتمام بشؤون اللاجئين. حليمة سعدية يعقوب. تسعى الحكومة التشادية دوما على الاهتمام باللاجئين الذين جاءوا من مختلف دول الجوار كالسودان وإفريقيا الوسطى والنيجر والكاميرون، ولأهمية هذا جاءت هذه الدورة التي نظمت من قبل الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لصالح المنسقين العاملين في الصليب الأحمر الذين قدموا من بعض أقاليم البلاد. في كلمته الافتتاحية هي ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكد للمشاركين بأن هذه الدورة فرصة للمنسقين في الصليب الأحمر التشادي في تلقي المعلومات والخبرات في مجالات توعية اللاجئين المتواجدين في الأقاليم كإقليم سيلا ووداي والبحيرة، إلى ضرورة حسن التعامل معهم في جميع المجالات كالتعليم والصحة وغيرها. بدوره العميد العام للصليب الأحمر التشادي فقد أوضح في حديثه أهمية هذه الدورة. كانوا سولي كورديناتور دول وكورديناتور دول بمش بفورمير لي كومينوتير دول كان فورمير لي كومينوتير لي كومينوتير دا بس بسو سانسيبيزاسيون في بالاتوم بسو سانسيبيزاسيون لي ناس دول البكالو هيليتوم بوجو بخان وايدين ريفوجي ولا حرب بس ترادام ولا شغل كي ترادام في ليتم جو دا كل يواسوم كي كيف كان جيت في لي انا نازا كي كيف تسوي كي تلقى حل فوقا. ونشير إلى أن هذه الدورة تسهم في إطار اهتمامات السلطات العليا بالعائدين واللاجئين. نظمت وزارة المرأة دورة تدريبية حول ختان الإناث، طرحت من خلال الدورة سلبيات عملية ختان الإناث. منى حسن سكاية وتفاصيل هذه الدورة. جاءت هذه الورشة التي نظمتها منظمة تيرفون المسيحية بالتنسيق مع وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية والأسرة حول عرض تقرير يتعلق بختان الإناث في تشاد، وتهدف هذه الورشة دراسة مسائل المتعلقة بختان الإناث، وتعتبر هذه الظاهرة انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان، كما يعد بالعديد من المشاكل الصحية والاجتماعية. في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة ممثل وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية والأسرة قال إن هذه الظاهرة تتواصل في تشاد، وذلك بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة التشادية وشركائها للتصدي لها منذ سنوات، ووصلت نسبة استعمال هذه الظاهرة من قبل النساء إلى 52%. أما ممثل منظمة تيرفون المسيحية ليفورني باسيري أكد في حديثه بأن المنظمة تعمل في تشاد منذ عام 1990 بعد توقيع اتفاقية التعاون مع الحكومة التشادية تنص على العمل في مجال الأمن الغذائي وحماية البيئة والتعليم الأساسي ومكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة، وأضاف بأن المنظمة قد ساهمت في الكفاح ضد ظاهرة ختان الإناث والتعرف على المخاطر التي تسببها. هذه الورشة كل من إقليمي البطحاء وشارق